علمنا رسول الله الصبر على البلاء والوقاية والرشاد، واجب كل العباد، والصلاة في رحالكم عناية المولى لكم، عناية المولى لكم. اطلبوا منه الرضا، عفوه عما مضى، نطلبوا منه الرضا، عفوه عما مضى. سنهزم الوباء بالصبر والدعاء، سنهزم الوباء بالوقاية والدعاء، وكأنه ما جاء، وستفرح الأمة. بالعزم نستعيد عالمنا من جديد، بالوقاية نستعيد عالمنا من جديد، فالشدائد مهما بلغت لا تدوم، فالشدائد مهما بلغت لا تدوم، وتعود لنا الحياة بالبسمة والرضا، ونهزم الوباء بالحرص والدعاء، ونهزم الوباء بالوعي والدعاء. وستفتح المساجد لنا من جديد، وستفتح الكنائس لنا من جديد. ندعوك يا حنان، ندعوك يا منان، ندعوك يا رحمن، ترفع عنا البلاء. سنهزم الوباء بالوقاية والدعاء، سنهزم الوباء بالوقاية والدعاء، وكأنه ما جاء، وستفرح الأمة.